احنا هنا بننتقل بحضراتكم لفترينا بتضم محتويات المنازل، يعني محتويات الحياه اليوميه. المصري القديم زي ما كنا بنتكلم ان الحياه اليوميه بالنسبه له والمعصورات الموجوده داخل الفترينا بتوضح لنا ان ازاي كان حياته في الاهتمام بالبيت اهتمام كبير جدا. ما كانش زي ما بيتقال انه كان بيهتم بانشاء المعابد فقط، بيهتم بانشاء المقابر فقط، لكن كان عنده اهتمام كامل بحياته، اهتمام كامل بيوثق حياته كامله. يعني عندنا احنا هنا اللمبات دي كانت بالنسبه له هي اي نعم من عصور متاخره من عصور اسلاميه، لكن زي ما كنا اتفقنا ان الفازينة بتحتوي على جميع العناصر الخاصه بنفس الموضوع مش بفترة زمنيه. مصطفى حسن خليل، ليسانس الاثار المصريه، كليه الاثار، جامعه القاهره، دفعه عام 1995. عمل مفتشا للاثار باسوان منذ عام 1997 وحتى عام 2016. العمل خلال هذه الفترة في أعمال الحفائر في مقابر النبلاء وإليفانتين وأسوان القديمة ومحاجر خفرع وحصن الباب والأقصر والفيوم. يشغل الآن منصب مدير عام متحف آثار أسوان. أو النيش الأيمن، تمثال جالس لتحتمس الثاني. التمثال الذي نحت غالبا في عهد أخته الملكة حتشبسوت يمثل الملك تحتمس الثاني من الأسرة 18 يلبس رداء عيد السن. وقد أضيف له فيما بعد نص قصير على حجر التمثال يذكر اسم الملك مرمتاح، ربما ليستفيد هذا الملك من الطقوس التي تقام لهذا التمثال. المحتويات اللي خاصة بالمنزل اللي كان داخلية في البيت بعض القطع الخاصة، دايما بان حياة الانسان المصري القديم داخل البيت كانت مجهولة بالنسبة لنا، كان دايما اهتمام الاكتشافات او علماء الاثار بالاجزاء الخاصة بالمعابد والمقابر، لكن اهتمامه بالحياة الشخصية للمصري القديم احنا اكتشفناه او خلال تواجدنا مع البعثة الالمانية هنا ظهر لنا ان البعثة الالمانية كانت دايما بتحاول توثق هذا الجانب من خلال التربة الموجودة في المنازل، من خلال غربلة التراب نفسه للحصول على بعض المحتويات الخاصة باستخدامات المصري القديم، من خلال كسر الفخار، لان الفخار زي ما كنا بنتكلم عن حضارة المصري القديم الجزء الاساسي بالنسبة للمصري القديم هو الفخار، فحياته كاملة الفخار هو اللي كان بيستخدمه في الشرب، في اواني الشرب، في اواني الاستخدامات المطبخ كامله. أما التماثيل الصغيرة لأطفال أحيانا ترفع أصبعها إلى فمها والتي كانت تصنع بكثرة كانت تقدم للمعبد شكرا على الصحة أو طلبا لها، كما كانت الأدوات التي تستخدم في الطقوس وباقي متعلقات المعبد مثل السكين الطقسية الكبيرة المصنوعة من حجر الزيلكس من الأحجار النارية وآنية حفظ الزيوت وغيرها من الآنية الحجرية الثمينة تحفظ في المعبد أقدم أبنية المعابد والتي كانت مقامة من الطوب اللبن، كان قدس الأقداس فيها مزينا غالبا ببلاطات صغيرة من الفيانس، ولكن بطاقة الفيانس التي تحمل اسم وألقاب الملك بيبي الأول تمثل غالبا جزءا من وديعة أساس.
فهنا بنتكلم زي ما قلنا حضراتكم ان عندنا البعض الحلي من مواد مختلفه، من عناصر مختلفه، من الحجر، من العظم، من المواد العناصر الحجر الكريمه، من الفاينس اللي هو خليط من الزجاج، من بعض العظام، من بعض المعادن. الحلي كان بالنسبه للمصري القديم هو عنصر بيحاول دايما يتجمل بيه، هو الجمال بالنسبه له اضافه للجمال سواء للاناث او للذكور، يعني ما كانش دايما بالنسبه له الحلي خاص بالاناث، لا الحلي خاص بالجنسين سواء ذكر او انثى. كان الانسان المصري القديم دايما بيحب يكون في اجمل مظهر ليه، كان بيحب يكون دايما انسان جميل، وده اللي خلاه دايما عنده وعي، عنده ثقافه، الثقافه اللي نمت مننا وظهرت حضاره، الحضاره دي كانت كامله بالنسبه لنا كانشاء معابد، انشاء نحت بالصخر، يعني عندنا معابد النوبه، احنا بنتكلم على حضاره صنعت معابد داخل الصخور، داخل معبد كامل منحوت جوه الصخر، ما بنتكلمش على مبنى قطع حجريه، لا ده بنتكلم على تخطيط معبد انشا داخله كله داخل الصخر. أما التماثيل الصغيرة لأطفال أحيانا ترفع أصبعها إلى فمها والتي كانت تصنع بكثرة كانت تقدم للمعبد شكرا على الصحة أو طلبا لها، كما كانت الأدوات التي تستخدم في الطقوس وباقي متعلقات المعبد مثل السكين الطقسية الكبيرة المصنوعة من حجر الزيلكس من الأحجار النارية وآنية حفظ الزيوت وغيرها من الآنية الحجرية الثمينة تحفظ في المعبد أقدم أبنية المعابد والتي كانت مقامة من الطوب اللبن، كان قدس الأقداس فيها مزينا غالبا ببلاطات صغيرة من الفيانس، ولكن بطاقة الفيانس التي تحمل اسم وألقاب الملك بيبي الأول تمثل غالبا جزءا من وديعة أساس. فهنا بنتكلم زي ما قلنا حضراتكم ان عندنا البعض الحلي من مواد مختلفه، من عناصر مختلفه، من الحجر، من العظم، من المواد العناصر الحجر الكريمه، من الفاينس اللي هو خليط من الزجاج، من بعض العظام، من بعض المعادن. الحلي كان بالنسبه للمصري القديم هو عنصر بيحاول دايما يتجمل بيه، هو الجمال بالنسبه له اضافه للجمال سواء للاناث او للذكور، يعني ما كانش دايما بالنسبه له الحلي خاص بالاناث، لا الحلي خاص بالجنسين سواء ذكر او انثى. كان الانسان المصري القديم دايما بيحب يكون في اجمل مظهر ليه، كان بيحب يكون دايما انسان جميل، وده اللي خلاه دايما عنده وعي، عنده ثقافه، الثقافه اللي نمت مننا وظهرت حضاره، الحضاره دي كانت كامله بالنسبه لنا كانشاء معابد، انشاء نحت بالصخر، يعني عندنا معابد النوبه، احنا بنتكلم على حضاره صنعت معابد داخل الصخور، داخل معبد كامل منحوت جوه الصخر، ما بنتكلمش على مبنى قطع حجريه، لا ده بنتكلم على تخطيط معبد انشا داخله كله داخل الصخر. دولاب عرض زجاجي يحوي مكتشفات من معابد ساتت في الدولتين القديمة والوسطى. كانت ضمن وديعة أساس سنسرت الأول تلك البطاقات الأربع المنقوشة باسمه والمصنوعة من الفيانس والألباستر والفضة والنحاس، كما يمكن اعتبار عدد من مجموعات الآنية المصنوعة من الفخار والفيانس والألباستر ودائع أساس، وبينما من المحتمل أن تكون التمائم دفنت في الأرض للاعتقاد في قدراتها على درء الشر وقدراتها السحرية، فمن المتخيل أن الأعداد الوفيرة من القلائد والخرز التي عثر عليها في المعبد كانت لزينة التماثيل.
دينا حضاره في الهندسه، انه بعد ما القصه كلها مش انشاء معبد بس، مش خاص بمعبود، انا عايز اعمل قدس اقداس، لا انا بعمل كمان حاجه لتعامد الشمس، بختار يوم معين انه الشمس نفسها تدخل داخل المعبد. القصه كلها مش مجرد انشاء مبنى، القصه كلها حضاره. الحضاره بتبقى عباره عن مجموعه متكامله من العناصر. المصري القديم كان عنده اكتمال من العناصر الخاصه سواء بالحضاره الانشائيه او بالحضاره الدينيه، الثقافه الدينيه الخاصه به، يعني هو ما بينشئ حاجه للمعبود كان بيشملها بجميع عناصر. لما يكون المعبد النهارده ليه اكثر من 5000 سنه ولسه الالوان موجوده فيه والزخارف لسه موجوده فيه، محتفظ لسه بزخارفه، اذا بيتكلم على الحضاره، بيتكلم على الهندسه، على كيمياء، ازاي اعمل تركيبه المواد الكيميائيه اللي تخلي الالوان محتفظ بيها لغايه النهارده، ازاي اوصل في صناعه النسيج ان الكتان بتاع الدفنه يبقى قاعد من 5000 سنه واكثر من 5000 سنه. فانا بتكلم على حضاره، الحضاره يعني مكتمل اكتمال جميع العناصر الخاصه بالحياه. دولاب عرض زجاجي يحتوي على أدوات للزينة. عثر في مقبرتين من الدولة القديمة على كم كبير من الحلي وأدوات الزينة، حيث كانت الصناديق الخشبية الصغيرة التي تدفن مع المتوفى تحتوي على أساور من العظم مركبة على حوامل لحفظها عند عدم الاستخدام، وكذلك مرايا من النحاس وإناءين للزيوت من الحجر وأعواد صغيرة لتثبيت الشعر. ويذكر نص على إحدى المرايا أنه ملك كاهنة حتحور السيدة إيدوت. أما لوحات صحن الكحل والهون الصغير المستخدم في ذلك فقد عثر عليها في الأحياء السكنية، وقد كان الرجال والنساء يكتحلون على حد سواء، وكان الكحل المصحون يحفظ في آنية حجرية صغيرة طويلة. احنا موجودين دلوقتي قدام خزانه بتمثل جزء اساسي في العرض المتحفي اللي هي بتكلم عن ادوات الزينه، ادوات الزينه واللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي علبه الميك اب، علبه الميك اب بالنسبه لاي سيده ده جزء اساسي. احنا عندنا صندوق نفسه اللي هو بنتكلم عليه اللي هو صندوق الميك اب، ده اثري موجود وكنا اظهرناه لحضراتكم لما ظهرنا صوره الدفنه وكان موجود معها احدى الصندوقين، الصندوق هو موجود قدامنا وبعض القطع الاثريه الخاصه بيه اللي هي زي المرايا، واحد عندنا مرايا، المرايا هنا مش مظهره لانها فيها بعض عضلات التحنيط لانها التصقت بالدفنه نفسها فبعض اجزاء التحنيط ظهرت فيها، عندنا بعض الامشاط الخاصه بامشاط الشعر منها باختلاف احجامها، عندنا بعض الاواني القوارير الصغيره الخاصه بالزيوت العطريه اللي هو كان بيستخدمها المصري القديم، وبالنسبه له ازهار الزينه الشخصيه او الزيوت العطريه كان جزء اساسي من حياته، وكان بيستخدمها من البيئه المصريه، ما كانش بيجيبها من حته ثانيه، يعني البيئه المصريه نفسها والزهور الموجوده كان بيستخرج منها الزيوت العطريه، عندنا بعض المراود الخاصه بالكحل وبعض المكحلات وبعض القطع الخاصه بالشعر اللي هو بيستخدم للشعر للنساء. المهم انه عندنا فاترينا كامله، علبه ميك اب كامله، علبه ادوات زينه كامله اتوجدت مع دفنه واحده، احنا بنتكلم على دفنه واحده. دولاب عرض زجاجي يحتوي على الحلي. بينما تندر الزينة المعدنية التي كثيرا ما كانت تشغل بها الملابس
في طبقات الأحياء السكنية نجد الحلي الذي يزين الجسد في الحياة اليومية يتزايد ويتنوع على مر العصور، إلى جانب عنصر الزينة كان للدلايات دور سحري، ومن جميع العصور نجد تمائم حامية بشكل عين الأوجات. أما تماثيل الآلهة الصغيرة فلا تظهر كتمائم إلا ابتداء من الدولة الوسطى وتتزايد في العصر المتأخر، وهناك سواران من العظم مركبان على حامل لحفظهما عند عدم الاستخدام جديران بالملاحظة، عثر عليهما في مقبرة من الأسرة السادسة. البسيط ان شخص من اصحاب الجاه في اسوان او في ابو، لا ده شخص عادي. احنا كنا بنتكلم ان اصحاب الجاه واللي عندهم المقدره الماليه كان بيستطيعوا يدفنوا موتاهم في الجبل الغربي، في بانشاء مقابر محفوره في الجبل الغربي المقابل لجزيره الفنتين. لكن احنا بنتكلم على الاشخاص اللي ما عندهمش مقدره ماليه كان بيدفنوا في الفنتين. طب احنا عندنا شخص مدفون في الفنتين وعنده من المحتوى الاثري اللي احنا زي ما احنا شايفينه، فما بال حضرتك عزيزي المشاهد في المقابر الموجوده اللي هي سرنبوت الاول سرنبوت الثاني، المقابر العظيمه لحكام اسوان اللي هم وصلوا لمجاهل افريقيا في الجنوب، اللي هم استطاعوا تامين حدود مصر الجنوبيه، اللي هم استطاعوا ان يقولوا ان في ملكيه في حضاره، ان عندنا احد حكام الجنوب في الاسره الثانيه في جبل الشيخ سليمان المقابل لمعبد ابو سمبل بيضع نقش للملك في من الاسره الثانيه موجود، يعني النقوش المصريه او الخرطوش المصري موجود في. احنا بنتكلم على دايما نقول ان اسوان حدود مصر، لا حدود مصر ازاي واحنا بنتكلم؟ بقول لحضرتك من الاسره الثانيه عندنا خرطوش في جبل ابو عوده وجبل الشيخ سليمان بتكلم على تواجد الملك المصري الاسره الثانيه، يعني قبل الدوله القديمه في عصور ما قبل الدوله القديمه. احنا بنتكلم هنا في ان الحضاره المصريه منذ انشائها وهي حضاره، ما بنتكلمش ان احنا نمت الحضاره، لا ده منذ انشائها هي حضاره ومكتمله عناصرها. إلى جانب التعبد في المعابد الكبيرة التي كانت تقيمها وتديرها الدولة، كانت المحاريب المنزلية وممارسة السحر تمثلان شكلا آخر من الحياة الدينية. كانت هناك في الدولة القديمة تماثيل طينية صغيرة غليظة الصنع تمثل مكتوفة الأذرع تهدف إلى درء خطر الأعداء، فكان يكتب عليها تعويذة سحرية ثم تدفن. الشكل العام للجزيرة اللي احنا ممكن نشوفها دلوقتي هي المعابد الخاصة بالعصر اليوناني الروماني، يعني هي معبد صادر من عصر اليوناني الروماني ومعبد خنوم من عصر اليوناني الروماني، استكمالا لمجموعة المباني اللي وصلت من دينا مباني للعصر اليوناني الروماني والعصر القبطي. يعني البانوراما، سلم البانوراما اللي بنقدر نشوف منه الجزيرة كلها ده موجود في احد المنازل من العصر القبطي. احنا كنا بنتكلم ان الفنتين من المواقع الاثريه النادره اللي فيها تواجد عمراني من الاسره زينو لغايه النهارده. احنا ما يفصلش الموقع الاثري عن الاهالي الا سور حديدي، يعني الاهالي اللي هم
احفاد احفاد المصري القديم اللي هم ما انتقلوش. يعني عندنا في مواقع اثريه او في بعض المواقع زي مواقع النوبه كلها، الاهالي كلهم انتقلوا الى مدينه مصر النوبه في شرق كوموندو، اما اهالي جزيره اسوان او ابو الفندين هم متواجدين، هم الاحفاد للحضاره المصريه القديمه اللي كانت متواجده من الاف السنين.